أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن آخر مستجدات جلسة مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن وأبعاد إحاطة مدير برنامج الغذاء العالمي حول إيقاف أعمال البرنامج في اليمن بسبب عرقلة الحوثيين. حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من احتمال بدء تعليق المساعدات في اليمن هذا الأسبوع، وقال مدير البرنامج أن فرق البرنامج تتعرض لضغوط كبيرة في مناطق سيطرة الحوثيين، واتهم الحوثيين بتحويل المساعدات لأغراض غير مخصصة لها. أضاف أن برنامج الأغذية العالمي لم يكن قادر على تنفيذ الاتفاقية مع الحوثيين بشأن تدشين نظام القياسات الحيوية باستخدام مسح القزحية أو رفع بصمات الأصابع لدعم عملية تسليم المساعدات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقش فيه محورين: إلى متى تستمر عرقلة العمل الإنساني والتلاعب بالمساعدات من قبل الميليشيا؟ وهل تتخذ المنظمات الإنسانية موقفا حقيقيا من كل هذه العرقلة؟ مساعدات غذائية لا تصل لمستحقيها، واستغلال كامل للعمل الإنساني وتحويل مخصصاته لدعم المقاتلين في الجبهات. هكذا تذهب المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وغيره من الجهات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين. المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء ديفيد بيزلي أكد في إحاطته أمام مجلس الأمن أنه قام بالتواصل مراراً مع سلطة صنعاء وزعيم ميليشيا الحوثي على وجه التحديد، ووقع اتفاقيات عدة، لكنهم كبرنامج يصدمون دائماً عند التنفيذ على أرض الواقع، مهدداً بأن برنامج الغذاء سيوقف أعمال الإغاثة نهاية هذا الأسبوع في حال لم يصل مع الحوثيين إلى اتفاق وآلية عمل وتوزيع واضحة. بيزلي طالب مجلس الأمن أيضاً بالسماح للبرنامج بتحويل المساعدات الغذائية إلى بلدان أخرى في العالم يحتاجها الفقراء، وذلك إن لم يسمح لهم بالعمل مباشرة في اليمن، مؤكداً أن لدى البرنامج القدرة الكافية التي تمكنهم من العمل على الأرض والوصول للمستفيدين الحقيقيين. المشكلة بدأت عند رفض الحوثيين تنفيذ الاتفاقيات بشأن تسجيل الأشخاص المحتاجين عبر نظام القياسات الحيوية، إما باستخدام تقنية مسح قزحية العين أو بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه، وذلك لضمان عملية التسليم لمحتاجيها، وهو ما اعتبره البرنامج مدخلاً للتحايل إذا لم يتم من قبل الحوثيين. سرقة للطعام من أفواه الجياع وتلاعب بكل المساعدات المخصصة لهم، يحدث ذلك في بلد يعيش أكثر من نصفه تحت خط المجاعة ويموت فيه العديد تحت القصف والاستهداف المباشر. نبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن مع معالي وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتحي. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. أهلا وسهلا حياكم الله. بداية معالي الوزير، كيف تنظر إلى تصريحات ديفيد بيزلي مدير برنامج الغذاء العالمي حول عرقلة الحوثيين لإيصال المساعدات لمحتاجيها؟ أولاً أحب أن أقدم الشكر لديفيد بيزلي على التصريح الشجاع، وهو التصريح الثاني لا يعتبر مع التصريح الأول. التصريح الثاني اللي ألقاه اليوم مجلس الأمن كان التصريح الأول عندما جاء إلى وأوضح بأن هناك 40,000 مسجل من قبل الميليشيات المسلحة، وهناك العبارة استخدمها بالحديدة عندما قال بأن الإغاثة لا تصل إلى أكثر من 70% من المستحقين، وأن فعلا الميليشيات المسلحة أو تنهبها من أفواه الجهة. الأخ العزيز أكد من رأى أنه قدمنا تقارير لفريق التحقيق الدولي منذ 2015 عندما بدأت هذه الحرب الظاهرة، أكدنا أن الميليشيات المسلحة الحوثية تستخدم الإغاثة والمواد الإغاثية للمجهود الحربي، وأوضحنا بصور ووثائق لأكثر من جهة دولية قدمناها للمنشأة السابقة ستيفن البراون، وقدمناها للسيد ماس مكرون، وقدمناها أيضا للسيد بيني مسح صنعاء، وأوضحنا بصور ووثائق. لكن للأسف الشديد جهود الإغاثة كلها في المعارضة تطلت استجابة فاعلة، لكن اليوم نحن بجديد نؤيد ونؤكد على ما قال السيد ديفيد بيزلي ونطالب برنامج الغذاء العالمي والشؤون الإنسانية أن يتخذ إجراءات ومجلس الأمن يتخذ إجراءات فاعلة
لأنه يخاف المساعدة بل تقول بالنهاية أو المطور بها. طيب معالي الوزير أعتذر، أعتذر عن قطع الاتصال مع الوزير، سنعود للتواصل معك مرة أخرى لنتجاوز الإشكالية الفنية في الاتصال. أرحب بالضيف الثاني معنا في هذه الحلقة من الرياض، المحامي والناشط الحقوقي محمد قشمر. أهلا بك أستاذ محمد. طيب إلى حين جهوز الاتصالات أذكر فقط بأن هذه الحلقة من زوايا الحدث، إذن مشاهدينا نخصصها للحديث عن آخر مستجدات جلسة مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن وأبعاد إحاطة مدير برنامج الغذاء العالمي حول إيقاف أعمال برنامج في اليمن بسبب عرقلة الحوثيين، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من احتمال بدء تعليق المساعدات في اليمن هذا الأسبوع. وقال مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي أن فرق البرنامج تتعرض لضغوط كبيرة في مناطق سيطرة الحوثيين، واتهم الحوثيين بتحويل المساعدات لأغراض غير مخصصة لها، وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي لم يكن قادر على تنفيذ الاتفاقية مع الحوثيين بشأن تدشين نظام القياسات الحيوية باستخدام مسح القزحية أو رفع بصمات الأصابع لدعم عملية تسليم المساعدات. إذن هذه الحلقة ستكون مشاهدينا حول هذا الموضوع، وسنناقشها من خلال المحورين. الذي المحور الأول سيكون حول إلى متى تستمر عرقلة العمل الإنساني والتلاعب بالمساعدة من قبل الميليشيا، ومحورنا الثاني سيكون هل تتخذ المنظمات الإنسانية موقف حقيقي من كل هذه العرقلة. الآن نحاول التواصل مرة أخرى مع ضيفنا من عدن من العاصمة المؤقتة، معالي وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة الأستاذ عبد الرقيب فتح. هل اتصل جاهز؟ إذا نحاول التواصل مع الوزير لوجهة نظرهم حول تصريحات مدير برنامج الغذاء العالمي، وأيضا حول ردهم حول الحديث عن تجاوزات أيضا تتم وإشكاليات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، أن هناك عجز وتقصير ربما في إيصال المساعدات الإغاثية. إذا نعود مرة أخرى للتواصل مع الأستاذ عبد الرقيب فتح. أهلا بك مع الوزير مرة أخرى. حياكم الله. أهلا وسهلا. فقط كانت هناك إشكالية في الاتصال والآن يبدو أن الصوت أوضح. كنت سألتك عن تعليقكم حول تصريحات مدير برنامج الغذاء العالمي أولا حول عرقلة الحوثيين لإيصال المساعدات. أخي العزيز أحب أن أقدم الشكر للسيد ديفيد بيزلي لهذا التصريح الشجاع، وهذا لا يعتبر التصريح الأول بل يعتبر التصريح الثاني للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي. التصريح الأول كان عندما زار الحديدة وأوضح بأن هناك آلاف الأطنان أو 40 ألف طن يتم احتجازها في مطاحن البحر الأحمر، وقال نفس هذا الكلام أن الميليشيات المسلحة لا تلتزم بالأمان الإغاثي الإنساني بصورة حقيقية، وأن هناك الغاثة تنهك أفواه الجوعة. نحن نقول اليوم الإشكالية الرئيسية، سواء حذرنا منظمات الأمم المتحدة وقدمنا وثائق تؤكد بأن الميليشيات المسلحة تستخدم العمليات الإغاثية وتحولها كمجهود حربي، لكن للأسف الشديد لم تكن هناك استجابة. قدمنا للجنة التحقيق اللي بشكلها مجلس الأمن، وقدمنا أيضا للجنة الوطنية، وقدمنا العديد من الجهات. اليوم نحن نقول أن تأتي خير من أن لا تأتي، لكننا نرى بأن المعالجة الحقيقية ليست في إيقاف الدعم الإغاثي على المواطنين، ولكن في اتخاذ إجراءات صارمة من مسلك الشؤون الإنسانية ومن مجلس الأمن تجعل الميليشيات المسلحة تخضع لعمل إغاثي يصل إلى المستحقين. اليوم هناك مئات الآلاف بل ملايين بحاجة إلى سلة غذائية، فلذلك الإيقاف هو لن يضر إلا المواطنين. نحن نؤكد بأننا لدينا الاستعداد من خلال شركائنا في منظمات المجتمع المدني بأن نعمل عمل إغاثي فاعل وأكثر إلى كل محافظات الجمهورية اليمنية، وقدمنا رؤية واضحة لمنظمات الأمم المتحدة من خلال لا مركزية العمل الإغاثي التي ستحل أو تتحدث كثير من مشاكل دخول من الميليشيات. طيب مع الوزير أيضا ديفيد بيزلي تحدث بأن هناك مشكلة أيضا في العمل الإغاثي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما ردكم على ذلك؟ هو من يقول في التصريح هذا الكلام، لكن إذا كان هناك مشاكل، أنا قابل مدير مكتب الغذاء العالمي هنا في عدن ونتحدث منذ فترة طويلة. هناك الآن أكثر من 70% من العمليات الإغاثية تتم هنا عدن، ولا توجد مشاكل يخص الحكومة. نحن نعالج أي إشكاليات أولا بأول دون أي تدخل، لا أحب أي جهة إغاثية
تعمل معنا من عدن أن تقول بأن الحكومة تدخلت أو الحكومة أعاقت، لكن هو لم يقل في تصريحه. لا أدري من أين أنت جئت بهذه المعلومات. هذه بالنسبة للزملاء في الإعداد موجودة لديهم. طيب السؤال الثالث أيضا حول موقف الحكومة من تصريح مدير برنامج الغذاء حول إيقاف أعمال البرنامج، بالنسبة لكم في الحكومة ما موقفكم من ذلك؟ هل عدمت كل الأساليب والمعالجات أمام برنامج الغذاء العالمي ليتم اتخاذ هذه الخطوة؟ أنا أوضحت في إجابتي يا أخي العزيز، نحن نقول بأن إيقاف العمل الإغاثي في المحافظات المسيطر عليها من قبل الميليشيات المسلحة لن تتضرر منه الميليشيات المسلحة، ولكن سيتضرر المواطن. لذلك الحل ليس في الإيقاف ولكن في إيجاد ضمانات وفرض قيود واتخاذ قرارات صارمة تلزم الميليشيات المسلحة بعدم التدخل في العمل الإغاثي. يستطيع مجلس الأمن ويستطيع منسق الشؤون الإنسانية ويستطيع السيد جريفيث أن يتخذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات المسلحة بعدم التدخل، أما الإيقاف فهو سيؤدي بصورة مباشرة إلى الضرر بالمواطنين الواقعين تحت سيطرة الميليشيات المسلحة. نحن لدينا الاستعداد بأن نحل هذه المشكلة بلا مركزية العمل الإغاثي. نحن نقول باستطاعتنا أن نصل حتى إلى صعدة من خلال شركائنا منظمات المجتمع المدني. فالإيقاف في العزيز لن تتضرر منه الميليشيات ولكن سيتضرر منه المواطن. نحن نعمل الآن بتواصل مكثف مع برنامج الغذاء العالمي لإيجاد آلية فاعلة لإيصال المواد الإغاثية لمستحقيها في كل محافظات الجمهورية للمياه. طيب هذه الآلية قدمت من قبلكم؟ طبعا قدمت باللغة العربية واللغة الإنجليزية منذ كان المنسق الشؤون الإنسانية ستيفن أولبراين قدمنا له تصور متكامل لإيجاد 5 مراكز إغاثية في الجمهورية اليمنية، مركز في صنعاء يغطي 4 محافظات مجاورة، مركز في الحديدة يغطي 4 محافظات مجاورة، مركز في المكلة يغطي 4 محافظات، مركز أيضا في عدن يغطي 6 محافظات، ومركز في مارب يغطي بقية المحافظات. هذه الآلية ستعمل على استخدام كفء للعمل الإغاثي وستعمل على استخدام كل المنافذ المتاحة في الجمهورية اليمنية وليس فقط ميناء الحديدة أو مطار صنعاء. لكن للأسف الشديد الوحيد الذي استجاب الآن بصورة نوعا ما في قدم الإيجابية هو برنامج الغذاء العالمي، وبدأت منظمة اليونيسف والWHO بمحاولة افتتاح مكتب في المكلة، وهناك إعداد أيضا لمكتب في مارب. نحن نقول من الأهمية أن تقر مثل هذه الآلية، وهي قد وافق عليها السيد ماسلكوت في لقاء مع مركز الملك سلمان، لكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بتنفيذها حتى الآن. طيب مع الوزير تحدث عن اتخاذ اجراءات صارمه لابد من اتخاذها من قبل هذه المنظمات بحق ميليشيا الحوثي حتى يتم ضبط ايصال المساعدات لمستحقيها، ما الذي يمنع برايك حتى الان اتخاذ هذه الاجراءات؟ هذا السؤال يوجه لمنسق الشؤون الانسانيه، يوجه لليزا جراندي، يوجه للسيد جريفيث، يوجه للسيد ماسلكوت منسق الشؤون الإنسانية المسؤول عن العمل الإغاثي وليس يوجه للحكومة. نحن نؤكد بأننا لا نتدخل، لدينا توجيهات واضحة من فخامة الرئيس ومن رئيس الوزراء بأن العمل الإغاثي لا يجب أن يشتغل سياسيا من تحقيق انتصار على حساب المواطنين. نحن نقول بأن العمل الإغاثي يجب أن يستهدف المواطن أينما وجد من صعدة إلى المهرة. فلذلك الجهات الميليشيات المسلحة على مجلس الأمن أن يلتزم اتفاقية جنيف الرابعة العزيز تلزم كل الأطراف أثناء الصراعات بقيادية العمل الإنساني. اليوم هناك تدخل، هناك نهب موثق من قبل جهات دولية، برنامج الغذاء العالمي أكبر منظمة دولية تتلقى الدعم. لذلك هذا التصريح يؤكد أن برنامج الغذاء العالمي وصل إليه بعد عملية رقابة وتقييم ميدانية بصورة كلية. أشكرك جزيلا مع الوزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح ورئيس اللجنة العليا للإغاثة. ينضم إلينا من الرياض المحامي والناشط الحقوقي محمد قشمر. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. أستاذ محمد، بداية نظرتك إلى واقع تحركات مجلس الأمن فيما يخص الجانب الإنساني وتصريح ديفيد بيز لمدير برنامج الغذاء حول عرقلة الحوثيين لوصول المساعدات والتلاعب بها. يمكن أن نقول بأنها بداية قد تكون جيدة من أجل الإنسانية التي ننشدها جميعا. الكل يعلم أن هناك حملة كانت كبيرة جدا
تحت عنوان وين الفلوس، كان الهدف منها هو فضح ما يمكن أن نقول عليه جزء من التلاعب الأممي أو تلاعب المنظمة الدولية بالإغاثة. هذا ما نراه نحن، لأننا كنا نرى أن هناك موارد مالية ومساعدة تصل، لكن للأسف الشديد الوضع الإنساني من سيء إلى أسوأ. الكل يعلم أنه يعني الأمن الغذائي كان 44%، ارتفع 2018-2019 ارتفع إلى 66% مع زيادة التدفقات المالية، معناته أنه هناك كان خلل. يعني الكل يتكلم كان عن فساد المنظمة الدولية أو عن تمايل المنظمة الدولية مع الحوثيين. بدأت المشكلة عندما أثاروا موضوع الشريك الذي هو وزارة التربية والتعليم في صنعاء التي كانت يعني تأخذ الأسماء وتضع أسماء وهمية. بدأت أعتقد أنه محاولة من المنظمة الدولية لتبرئة ساحتها وتبيض وجهها أمام الشعب اليمني وأمام المجتمع الدولي الذي بدأ يتساءل حقيقة عن يعني المصير تلك الأموال التي لم يتصل بشكل كبير جدا إلى المستحقين. السؤال الآن عندما تحدث برنامج الغذاء العالمي على هذا الموضوع أن هناك فساد وأن هناك من يأكل يعني قوت الفقراء والوسطاء والمساكين، خلال 4 سنوات كيف تقيم نفسك أنت قبل أن تنتقل للخطوة الثانية؟ هل يمكن أن يكون هناك تقييم حقيقي للوضع؟ كم القوافي اللي تمنح بها؟ إلى أين اتجهت؟ ما هي الآلية التي ستتعامل معها مع الحوثي أولا وقبل كل شيء عن الجرائم التي ارتكبها؟ لأن هذه بحد ذاتها جريمة لا يمكن أن نتنازل عنها. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، ما هي الآلية التي تتعامل معهم في المستقبل؟ هل هناك آلية واضحة أم أن قطع المساعدات أو وقفها في صنعاء في تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين قد تكون هي الحل؟ طبعا هو ليس حل، في النهاية الذي في صنعاء أنا أعتبرهم أهلي وأهلكم عبارة عن ناس مغلوبين على أمرهم، ولكن ستستمر المشكلة لأن المتسلط على المنطقة والوضع هم الحوثيين. الآلية الآن إذا صدقوا فيها وكانوا جادين ووجدت رغبة دولية حقيقية بدعم مجلس الأمن، أعتقد أنه يمكن أن يحققوا شيء بسيط، رغم أننا نعلم أن هناك منظمات محلية تابعة للحوثيين التي تتلاعب بكثير من هذه الأمور. طيب أستاذ محمد، باعتقادك إيقاف برنامج الغذاء لعمله في اليمن، هل سيحل هذه المشكلة أم سيفاقم ربما من معاناة الناس؟ لا يمكن أن يكون حل، يعني لا يمكن أن نقول أن هذا هو الحل، هذا حل العاجل. عندما نقول أنه هو تحدثوا عن وقف البرنامج ليس في اليمن، أعتقده في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقط، وهذه أيضا تسبب كارثة لنا إنسانية. أي إنسان يتحدث باسم الإنسان يجب أن يعلم أن هناك يعني بشر يحتاجون إلى الغذاء، يحتاجون إلى الدواء، يحتاجون المساعدات المالية، يحتاجون العينية إلى المواد الغذائية في المناطق الخاضعة للحوثيين، في صعدة، في أقر دار الحوثيين، حتى من أتباع الحوثيين، حتى من الأتباع المدنيين الذين يؤمنون بالحوثي. لا نقول أنه يحرموا من الأكل ومن الشرب، لا ما هي الآليات؟ كيف يمكن أن يتعاون المجتمع الدولي؟ الآن المجتمع الدولي أدرك أن هناك مجرم يعني انتهك أيضا جريمة جديدة في نظرهم. نحن نعلم هذا الكلام وتحدثنا به من سابق أن هناك نهب منظم للمساعدة الإنسانية، الآن المجتمع الدولي اكتشف أن ما كنا ننادي فيه صحيح. ماذا تتخذ من إجراءات؟ هل نترك المواطن اليمني الخاضع تحت سيطرة الحوثيين في مناطق يموت من الجوع؟ لا، هناك كارثة ستكون إذا كانت تحدث المجتمع الدولي أن هناك كارثة الآن ومأساة إنسانية عظيمة ومساعدة تتدفق، فكيف لو تم يعني توقيفها؟ يجب أن يكون هناك نوع من التعاون الدولي الحقيقي والحازم والجازم في هذا الأمر من أجل إيصال المساعدات. أنا أعتقد كذا بشكل كبير جدا الحوثيين سيسعون إلى عرقلة هذا الأمر واستثماره إنسانيا أيضا لصالحهم، وهذه للأسف الشديد جزء من الأخطاء التي تعمل فيها برنامج الأغذية مع المجتمع. الكل يعلم أنه طالبوا ب 4 مليار و200 مليون دولار، أن اليمن بحاجة لمساعدة إنسانية بقيمة هذا المبلغ. نحن نتساءل أيضا أين المبالغ السابقة عندما نتحدث عن المبالغ اللاحقة أو ما تطلبونه للفترات القادمة؟ هناك خلل في التعامل مع الموضوع الإنساني والإغاثي في اليمن بشكل كبير جدا. طيب أستاذ محمد، من وجهة نظرك ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة اليوم لحل هذه الإشكالية؟ يعني أنا يمكن أن أقول يعني مع احترامي وتقديري لمعالي الوزير أن الحكومة مقصرة جملة وتفصيلا، ولكنهم يعني استمعتوا إلى شيء بسيط من حديث الأخ الوزير، لكن أقول أنهم يبذلوا جهود نقول لا بأس بها، ولكن هناك تقصير واضح. عندما تجد أن الحكومة غير قادرة على أن تكون يعني حتى بصفة مراقب على ما تصل من الموارد المالية، على ما تصل من المساعدات الإنسانية، يا أخي الحكومة اليمنية يمكن أن تكون لها مندوبين في كل مكان، حتى في المناطق المسيطرة على الحوثيين، المناطق المحررة الآن ونسبة السكان الموجودين فيها، كيف تتم الآليات التوزيع؟ هناك أيضا خلل في المناطق المحررة، هل يمكن أن نقول بأن العمل يتم على أكمل وجه في المناطق المحررة؟ لا، هناك أيضا خلل.
لكن نتمنى أن الحكومة اليمنية تحاول أن توجد برنامج خاص فيها يتم التعامل مع المنظمات الدولية التي تكون مهتمة بعملية الإغاثة، بعملية توزيع المساعدة الإنسانية، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي. ما هي الشراكة التي تربط الحكومة اليمنية مع 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 البرنامج؟ هل البرنامج هذا يعتبر دولة مستقلة بذاتها؟ هل يعمل دون رقابة؟ هذه الأشياء يجب أن يكون لها يعني رقابة حقيقية. كانت هناك فكرة من بعض الخبراء التقييم في 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 اليمن، خبراء تقييم يمنيين حاصلين على مؤهلات عليا من الجامعات الأمريكية، يتحدثون لماذا لا يكون هناك لجنة خاصة تنشئها الجمهورية اليمنية مثل اللجنة الخاصة الحقوقية، لجنة خاصة بموضوع الإغاثة ومتابعة وتقييم عملية التوزيع وتقييم الأداء الدولي أو الأداء المنظمة الدولية في اليمن. يمكن هذه أن تنشط شيء من الأمر، ويمكن أيضا أن تكون عبارة عن رقيب حكومي على المنظمات الدولية في اليمن. طيب، هناك آليات يتحدث عنها برنامج الغذاء العالمي، وأيضا حديث عن رفض الميليشيا الحوثي للقبول بهذه الآليات. برأيك لماذا ترفض الميليشيا التعامل مع هذه الآليات؟ يجب أن نعلم أن أي منظمة أممية، أي منظمة تتبع الأمم المتحدة لديها آلية، والآلية هذه يتم العمل بها في مختلف دول العالم، خصوصا دول العالم الثالث، يعني دول موجودة في آسيا أو في أفريقيا، كلها لها آليات. لا يمكن أن نقول أنها ليس لها آليات. يمكن الحوثيين الآن أدركوا أن الكم الهائل من المساعدات الإنسانية التي تذهب إلى جيوبهم، إلى جيوب مشرفيهم، التي تذهب أيضا إلى الجبهات كدعم للمقاتلين ستنتهي، لأن الآلية الجديدة لبصمة العين والبصمة هذه كلها يمكن أن تساهم في تخفيف تسرب المواد الغذائية من المنظمة إلى غير المحتاجين، أو إلى السوق السوداء، أو إلى الميليشيا الحوثية لتحويلها إلى لدعم القتال والمقاتلين. لكن أؤكد أنه أيضا سيكون هناك نوع من التلاعب، وما نخشاه نحن أن يكون هناك نوع من التلاعب ما بين المنظمة نفسها وما بين الحوثيين. يعني الذي يرى أن المنظمات الدولية قبل فترة بسيطة تسلم 20 سيارة هيلوكس آخر موديل يعني للحوثيين، هذا يعتبر جزء من الفساد. ما هي الأسباب التي جعلتك تسلم هذه السيارة؟ تقول من أجل نزع الألغام، ولا يوجد تقرير واحد يقول أن المنظمات الدولية أن الحوثيين قد نزعوا لغما واحدا من الأرض. هذا الذي نخشى أن يكون هناك نوع من التعاون الآخر بطريقة أخرى ما بين الميليشيا الحوثية وأي منظمة أممية قابعة في اليمن وتعمل تحت سلطة الحوثيين أو في مناطق سيطرتهم. أشكرك جزيلا أستاذ محمد كشمر، شكرا جزيلا لك الكاتب والناشط، كنت معنا من الرياض. وأيضا الشكر موصول لضيفنا في هذه الحلقة وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة للإغاثة عبد الرقيب فتح. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة محمد عبد المغني، في أمان الله.